في ظل ظروف جائحة كورونا قامت جمعية ازدهار بإعداد دليل استئناف العمل الذي قمنا بإرساله إلى أكثر من 150 شركة عبر رسائل إلكترونية وذلك من أجل التحسيس والتوعية قصد تطبيق تدابير الوقائية في أماكن العمل كما تعلمون في ظل هذه الأزمة مجموعة من الشركات أغلقت وأخرى تعمل عن بعدد قليل من عمالها أو بتقنية العمل عن بعد وتبعا لتواصلنا الدائم مع السلطات الوصية قامت جمعيتنا بإرسال مجموعة من الرسائل الإلكترونية مرة أخرى وذلك قصد اتباع المعايير الاحترازية من طرف الشركات مثل الحرص على التهوية المستمرة في أماكن العمل قياس درجة حرارة العاملين عند مدخل الشركات والمصانع متابعة الحالة الصحية للمستخدمين وضع أرضيات تعقيم الأحذية عند داخل الشركات تجهيز الشركات بالمعدات التعقيم مثل الصابون